مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. من العرف الدولي الذي يرقى إلى مرتبة القاعدة الآمرة والتي تطبق بالأنظمة القانونية الداخلية بغض النظر عن وجود نصوصها في قالب قانوني وطني، وذلك لعالمية العلم بما تتضمنه هذه النصوص من جرائم، واستكمالا لهذه المنظومة الدولية لتعقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم الماسة بالشعور الإنساني قاطبة. أخرجت تلك الطائفة للجرائم من القاعدة العامة للتقادم المسقط للجريمة أو العقوبة بموجب اتفاقية عام 1968 الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى عدم جواز الاحتجاج أو الدفع بوجود حصانة، سواء حصانة عقابية أو إجرائية، تحول دون محاكمة مرتكبي تلك الجرائم. وهنا نذكر أو نذكر بما تم إثارته عند المحاكمات التي أجريت عقب محكمة نورنبرغ، حيث كان هذا الدفع من أول الدفوع التي أثارها المتهمون بهذه الجرائم، وكان الرد عليها هو إن مجرد محاولة هؤلاء المسؤولين الالتفاف على أحكام القانون الدولي من خلال إصدار قوانين تقرر حصانات تحميهم من الخضوع له إنما يمثل قرينة قاطعة على علم هؤلاء المسؤولين بأفعالهم وفق أحكام القانون الدولي. ولا يفوتني بأن أشير لأحكام المادة 15 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي بيّنت بعدم وجوب احتواء النصوص الوطنية على الأفعال الجرمية للجرائم الدولية، وإن العراق صادق عليها باعتباره طرفا فيها. الآن استأذن من المحكمة الموقرة بتلاوة المطالعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وصف القوم قديما ليلهم حينما تشتد بهم الطوارق والنوازل بأنه ليل أليل، وهذا الجو السوداوي عاناه أبناء الدجيل، فقد كان لهم موعد مع تلك الطوارق حتى تحولت نهاراتهم إلى ليل وهم على حق إذا سموا نهارهم بأنه نهار أليل لشدة ما أصابهم من حيف وظلم ونزف دم. كانت لهذا الظلم بدايات وبلغت ذروة يوم قيام المتهم صدام حسين بزيارته
بزيارة مدينتهم بتاريخ 8/7/1982، وما أعقب تلك الزيارة من ملاحقات وتهجير وإعدام وإعدامات وهدم وتجريف وأفعال بربرية ووحشية. ففي ذلك اليوم توجه موكبه إلى المدينة، ولدى عودته منها وفي الشارع العام تزامن وصول موكبه إلى المدرسة الإبراهيمية إطلاق عيارات نارية من البساتين، زعم إنها محاولة اغتيال. ومن خلال الاطلاع على التقارير الأمنية والمخطط للحادث في ذلك الوقت وأقوال المتهم صدام حسين والمتهمين الآخرين وأقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي وبعض شهود الدفاع بأنه أطلق عدد من العيارات النارية لا يتجاوز عددها 8 إلى 15 إطلاقة من بندقية أو بندقيتين كلاشينكوف من أحد البساتين المطلة على الشارع العام المسور بسياج من طين ارتفاعه 2 متر تقريبا، ولم يثبت استعمال أي سلاح آخر مثل القاذفة أو أي سلاح ثقيل أو متوسط، حيث إن محاولة الاغتيال ولشخصية كشخصية رئيس الدولة لابد أن تتوفر لها وسائلها وأن تكون هناك قواعد قوية ساندة لهذا الفعل، وبعكس ذلك فإنها تعتبر انتحارا. ولو فرضنا جدلا بأنها محاولة اغتيال، هل تعتبر الإجراءات التي اتخذت موافقة للقانون وتتناسب مع المحاولة الموصوفة؟ ولو تمعنا بالإجراءات التي اتخذت على إثر هذه المحاولة، فإنها عمليات عسكرية واسعة قام بها الجيش والأجهزة المخابراتية والأمنية والشرطة والجيش الشعبي، وهي لا تتناسب إطلاقا مع تلك الحادثة المشار إليها. والتسلسل المنطقي للأحداث يقول إنه حين حصول مثل تلك المحاولة فإنه لابد من إجراء تحقيق أصولي يكشف عن ظروف الحادث وملابساته، خصوصا إذا كان التعرض لرئيس دولة. ولكن ما أفرزته الوقائع يشير إلى عكس ذلك، حيث إن واقع الحال يقول إن الإجراءات اللاحقة التي اتخذت كانت على درجة عالية من الغلظة والقسوة، حيث عند وصول المتهم صدام إلى بغداد اتصل هاتفيا بعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية وأخبرهم بأنه تعرض لحادث اغتيال أثناء زيارته لمدينة الدجيل، وطلب منهم الاجتماع في بناية المجلس الوطني في ذات اليوم. وحضر الاجتماع المتهم طه ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الذي أمره المتهم صدام ترأس الاجتماع، كما حضر فاضل البراك مدير الأمن العام ومحمد عليوي مدير مكتب رئيس المخابرات العامة وعدد آخر من المسؤولين. وقد ورد على لسان طه ياسين رمضان حيث ذكر بأقواله المدونة بتاريخ 9/2/2005 أمام الهيئة التحقيقية المشكلة من 3 قضاة
وبحضور السيد المدعي العام ومحامي المتهم بأنه خليل اتصل بي هاتفيا المتهم صدام حسين الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وأخبرني بأنه تعرض لحادث اعتداء في منطقة الجيل وطلب مني الذهاب للقاء مسؤولي الأجهزة الأمنية حيث أبلغني أنه أمرهم بالتواجد في مقر المجلس الوطني وفعلا ذهبت ووجدت المدعو فاضل البراك الذي يشغل منصب مدير الأمن والذي أعدم بعد ذلك لأسباب أخرى وكذلك وجدت شخصا لا أذكر اسمه أخبرني إنه يمثل مدير جهاز المخابرات حيث أعلمني إن مدير جهاز المخابرات ذهب للقاء المتهم صدام حسين وشخصين أو ثلاثة لا أتذكرهم بالتحديد وكان التوجيه أن يتولى قيادة العمليات في الدجيل وعند وصول المتهم برزان إلى الدجيل اتخذ من مقر الفرقة الحزبية مقرا لقيادة العمليات العسكرية وعلى الفور قامت قوات الجيش الشعبي والحرس الجمهوري وجهاز الأمن والمخابرات بتطويق منطقة الدجيل بالكامل وقامت الطائرات المروحية بقصف البساتين بصورة عشوائية مما أدى إلى قتل وإصابة عدد من أبناء المنطقة المتواجدين في بساتينهم وفي اليوم الثاني قام في مدينة الدجيل وبلغ عدد المعتقلين المئات كل ذلك جرى بأمر من المتهم برزان إبراهيم التكريتي الذي بقي متواجدا لمدة 3 أيام متتالية في المنطقة بعدها غادر إلى بغداد واستمر الجيش الشعبي والمخابرات والأمن باعتقال عوائل أخرى من المنطقة ونقلهم إلى مقر حاكمية المخابرات في بغداد وقد أكد المتهمون هذه الواقعة المأساوية والكارثة الإنسانية التي حلت في منطقة الدجيل كل من المتهم عبد الله كاظم رويد والمتهم مزهر عبد الله كاظم وعلي دايح ومحمد العزاوي لدى تدوين أقوالهم أمام السيد قاضي التحقيق إضافة إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال الشهود إضافة إلى الوثائق والمستندات التي تأيد صحتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية والمبرزة أمام المحكمة ولدى وصول تلك المجاميع إلى مقر الحاكمية تم التحقيق معهم وتعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب مما أدى إلى قتل 46 شخصا وردت أسماءهم في قرار الإدانة والحكم إضافة إلى قتل عدد آخر نتيجة التعذيب الوحشي وقد تأيد قتل هذا العدد الآخر المشار إليه في وثيقة المخابرات المرقمة 7-1/560 في 3/2/1987 حيث ورد في تلك الوثيقة إن هناك لجنة مشكلة من مدراء 5 أقسام في جهاز المخابرات برئاسة سعد راضي وعضوية كل من صالح خلف رئيس قسم أمن الموقف وثامر محمد رئيس قسم الإدارة وجاسم حمادي موظف تحقيق في جهاز المخابرات ومحمد عبد الحسين موظف أمن الجهاز وقد جاء في الفقرة الثالثة من هذه الوثيقة بين قوسين
اتخذ قرار بإحالة 148 شخصا إلى محكمة الثورة، وقد حكم عليهم بالإعدام وتمت المصادقة على القرار، وكان من ضمن المدانين والذين صدر حكم الإعدام ضدهم 46 شخصا من الذين تم تصفيتهم أو ماتوا بالتحقيق. سد القوس، هذا نص موجود في الكتاب في المستند. ثم بعدها وإكمالا لمسيرة المعتقلين، فقد تم نقلهم إلى سجن أبو غريب قاطع المخابرات، مكثوا فيها مدة تزيد على 6 أشهر، تعرضوا فيها إلى ألوان من التعذيب الجسدي والنفسي. بعدها قامت عناصر المخابرات بنقل النساء والأطفال والشيوخ والبالغ عددهم جميعا 399 شخصا إلى معسكر ليا في صحراء المثنى قرب الحدود السعودية دون أي سند قانوني لهذا الفعل، واستمر حجزهم لغاية شهر نيسان من عام 1986 بموجب كتاب رئاسة المخابرات المرقم 1106/8/5/1983 والكتاب الآخر برقم 1147/14/5/83 المعنونين إلى مديرية أمن محافظة المثنى المطلوب فيها تنفيذ أمر الحجز بحق 399 شخصا من شيوخ ونساء وأطفال، وأحيل الذين بقوا على قيد الحياة إلى محكمة الثورة بموجب أمر الإحالة المرقم 6216/27/5/84 الموقع من قبل المتهم صدام حسين. وعلى أثر ذلك أصدرت محكمة الثورة التي يرأسها المتهم عواد حمد البندر، أصدرت قراره المرقم 944/14/6/84 القاضي بإعدام جميع المحالين إليها شنقا حتى الموت والبالغ عددهم 148 شخصا. ومن اللافت للنظر بل يثير العجب والاستغراب بأن محكمة الثورة وبمجرد ورود قرار الإحالة إليها فإنها قامت على الأثر بإصدار قرارها المشار إليه بإعدام 148 شخصا ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة المثبتة أسماءهم على الورق دون عقد أي جلسة للمحكمة، ولم يحضر أي محام للدفاع عنهم. وبعد صدور قرار الحكم بيومين أصدر المتهم صدام حسين مرسوما جمهوريا يحمل الرقم 778/16/6/84 يقضي بتصديق حكم الإعدام على جميع الضحايا البالغ عددهم 148 شخصا، وتم تنفيذ حكم الإعدام بالضحايا بتاريخ 23/3/1985 حسب كتاب مديرية إصلاح الكبار للأحكام الطويلة المرقم 1280/23/1985 من خلال الوثائق التي تم عرضها أمام محكمتكم الموقرة وأقوال المدعين بالحق الشخصي، تبين إن الضحايا
الذين صدر بحقهم حكم الإعدام لم يحضروا إلى قاعة المحكمة، وقسم من هؤلاء قد تمت تصفيتهم أثناء التحقيق وأحيلت أسماءهم على المحكمة وصدر بحقهم حكم الإعدام. ولم تنتهي هذه الواقعة المأساوية والكارثة الإنسانية عند هذا الحد، بل قامت الأجهزة وبأمر من المتهم طه ياسين رمضان بتهديم دور الضحايا وسلب محتوياتها وتجريف البساتين والأراضي الزراعية العائدة لهم، وجعل أبناء المنطقة يعيشون في فقر مدقع نتيجة حرمانهم من المصدر الأساسي لعيشهم. وقد أكد هذه الواقعة المدعين بالحق الشخصي وبعض الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة وذكروا بأن المتهم طه ياسين رمضان كان واقفا على تلة في المنطقة تدعى تل مسكين. كما أيد هذه الواقعة أيضا المتهم محمد عزاوي والمتهم مزهر عبد الله كاظم بأقوالهم المدونة أمام السيد قاضي التحقيق، وكان آخر هذه الأدلة هي المكالمة الهاتفية التي استمعت إليها المحكمة والتي جرت بين المتهم صدام حسين والمتهم طه ياسين رمضان، وكان موضوعها تجريف بساتين الدجير. سيد رئيس المحكمة، السادة الأعضاء المحترمون، بعد هذا العرض الموجز للأعمال التي قام بها المتهمون على إثر حادثة إطلاق النار من البساتين والتي لا يتجاوز عددها من 12 إلى 15 إطلاقة، وعند هذه الحالة بالذات فإن هيئة الادعاء العام تتساءل هل إن هذه الإجراءات كانت قانونية، وهل يتناسب رد الفعل مع تلك الحادثة البسيطة؟ والواضح إن العمليات اللاحقة كانت عمليات انتقامية، واستعملت القوة غير المتناسبة، بل القوة المفرطة بالرد على الحدث البسيط، حيث ذهب ضحية الأفعال اللاحقة البشر وأكلت الزرع والضرع والحجر. ونحن نعلم ولا يخفى على محكمتكم الموقرة بأن أي إنسان يتعرض لمحاولة اغتيال يجب أن يكون هناك تحقيق في الموضوع، ويجب أن يكون التحقيق أصوليا ووفقا للقانون. ولو تمعنا بالإجراءات التي اتخذت على إثر محاولة الاغتيال فلا نستطيع أن نصفها بوصف إجراءات، بل إنها عمليات عسكرية قام بها الجيش والأجهزة المخابراتية والأمنية والجيش الشعبي، وهي لا تتناسب إطلاقا مع حادثة الاغتيال الموصوفة التي تم وصفها في بداية هذه المطالعة. والسؤال المحير حقا، ما هو ذنب الأطفال والنساء والشيوخ، بل
ما ذنب الشجرة التي قطعت ولم تسلم من تعسف المتهمين وتجريفهم لها وكأنها اشتركت هي الأخرى في عملية الاغتيال؟ سادة القضاة، ما سلف من عرض للأحداث التي وقعت في مدينة الدجيل يتضح للمحكمة بأنها جرائم ضد الإنسانية، كونها وقعت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي أو منظم بناء على أوامر السلطة الحاكمة ضد مجموعة من السكان المدنيين، وإن تلك الأفعال تنطبق وأحكام المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 بفقراتها الآتي بيانها: أليف القتل العمد، هاء السجن والحرمان الشديد على أي آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون، واو التعذيب، طاء الإخفاء القسري للأشخاص، وبدلالة المادة 15 من نفس القانون أي قانون المحكمة، المتطلبات القانونية. إن المتطلبات القانونية وعناصر الإثبات متوفرة في إضبارة هذه القضية، حيث إن السلوك المتبع في هذه الجريمة هو هجوم واسع النطاق ومنهجي أو منظم ضد مجموعة من السكان المدنيين، ثبت من خلال تراكم أعمال العنف من قبل القوات العسكرية والأجهزة الأمنية والجيش الشعبي الذي شارك في جميع العمليات. هذا بالتالي يقودنا إلى القول إن الهجوم كان واسع النطاق، وكذلك ثبت بالدليل القاطع على تورط السلطات المباشر في ارتكاب الجرائم المتعددة من خلال الوثائق التي تم عرضها أمام المحكمة. أما بشأن أن يكون هذا الهجوم موجه ضد سكان مدنيين، فقد ثبت للمحكمة أيضا الدليل على الصفة المدنية للضحايا، وإن الضحايا قد استهدفوا كجزء من هجوم واسع عليهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المتهمين كانوا يعلمون بأن سلوكهم وأوامرهم هي من ضمن الهجوم الواسع النطاق ضد السكان المدنيين من خلال الجسامة والطبيعة المنهجية ودور كل منهم بالأفعال ضد الضحايا، وعلى الاتصالات الدائمة بينهم وتواجدهم على مسرح ارتكاب الجريمة، ونستثني من ذلك رئيس السلطة الأعلى حيث نصت المادة 15 من قانون المحكمة بأن يكون الرئيس مسؤولاً عما يفعله مرؤوسه إذا علم
أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العلم بأن مرؤوسيه ارتكبوا هذه الأفعال. هذه المتطلبات وعناصر إثباتها توفرت في الجرائم الواردة في المادة 12 في فقراتها. أولا تخليف أليف القتل، وهو أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر. وعناصر إثبات هذا المتطلب هي شهادات الوفاة الصادرة من مديرية الإصلاح الاجتماعي في سجن أبو غريب، وكذلك إطلاق النار، فقد ثبت كذلك بأن الطائرات المروحية قد أطلقت النار عشوائيا على السكان المدنيين في البساتين، مما أدى إلى قتل عدة أشخاص وإصابة شخص آخر: كريم كاظم جعفر، عباس جاسم محمد، محمد عبد الجواد، صادق مجيد، هاشم عدنان، اياد حسن، مهدي، محروس محمد، ستار توفيق، رعد الكربلائي، والمصاب حسين حسن الدجيل. وما دمنا بصدد القتل فلا يفوتنا ان نذكر بان هناك 46 شخصا قد تم تصفيتهم اثناء التحقيق، وكذلك هناك 4 اشخاص الذين تم اعدامهم سهوا، وهم حسن عبد الامير، مهدي عبد الامير، صلاح مهدي عبد الامير، فلاح مهدي عبد الامير. كما اثبتت الوقائع القيام بفصل مجموعة عن الأخرى بهدف قتلهم، وذلك بعزل الشيوخ والنساء والأطفال لحجزهم في معسكر لي الصحراوي، وقتل الشباب الذين يستطيعون حمل السلاح، وهذا ما أثبتته الوثائق التي تم عرضها أمام المحكمة. إن جرائم القتل حدثت بناء على عقد اجتماعات للتخطيط والتنظيم، وهو ما أشرنا إليه في بداية المطالعة، من إنه تم اجتماع في بناية المجلس الوطني برئاسة المتهم طه ياسين رمضان لغرض وضع المنهاج لحادثة الدجير. كل هذه الأفعال تمت بسبق إصرار، حيث ثبت من خلال الوقائع بأن جميع الأفعال تمت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي أو منظم. أما الفقرة هاء من أولا وهي السجن، فإن جميع أركان هذه الجريمة متوفرة وثابتة أمام المحكمة من حيث جسامة السلوك وعلم المسؤولين، وإن الحجز قد تم ضمن هذا الهجوم الواسع النطاق ضد المدنيين، وإن الدليل على وجود الحجز أو الاعتقال هو معسكر لي الصحراوي، وإن جميع المعتقلين فيه هم مدنيين، وإن حالتهم الصحية متدهورة، ومات كثيرا منهم أثناء فترة الحجز نتيجة للظروف الجوية الصحراوية والصحية والغذائية. ولا يفوتنا أن نذكر أنه تم اعتقال هؤلاء المدنيين من داخل مدينة الدجيل ومن خارجها، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بجلبهم من وحداتهم العسكرية ومن مناطق أخرى من العراق، كل ذلك لكونهم من أهالي الدجيل. وقد دامت مدة الاعتقال 4 سنوات توفى خلالها
تورى خلالها بالمعسكر. تريدون تبادل يعني؟ لا لا، نطلب من المحكمة أن نعم طلبات، لأن هذه حقيقة تاريخية. معتمد. ممكن الطلبات بعدين أن تقروها، لأن هسه احنا نقرب لائحة وأركان جريمة مهمة جدا. وما تبقى من هؤلاء المحتجزين في صحراء ليا فقد أطلق سراحهم بعد 4 سنوات من الاحتجاز بأمر من المتهم صدام حسين بموجب كتاب مجلس الأمن القومي المرقم 1173 في 26/4/1986 وأعيدوا إلى مناطق سكناهم. أما الفقرة واو من المادة أولا الخاصة بالتعذيب فإن جميع أركانها متوفرة وثابتة من حيث أن يلحق مرتكب الجريمة بالضحية ألما شديدا أو معاناة شديدة سواء كان بدنيا أو نفسيا، وهو ما حصل فعلا وتم إثباته من قبل المدعين بالحق الشخصي، حيث تم الاعتداء عليهم بدنيا كتعذيبهم بالصدمات الكهربائية وضربهم وحجزهم في سجن انفرادي لفترات طويلة وإجبار المحجوزين على الوقوف على الأقدام لفترات طويلة جدا وتعليق الضحايا من الأيدي، كما تم إجبار الضحايا على التعري مصحوبا بأسلوب التخويف والضرب وإطالة فترات المنع من النظافة الصحية وإجبارهم على مشاهدة الاعتداءات والتعذيب على أبنائهم وأقاربهم. كل هذه الأفعال وغيرها من أنواع التعذيب التي ذكرناها في أركان الجريمة قد حصلت للمدعين بالحق الشخصي أثناء فترة احتجازهم، وإن جميعهم كانوا محتجزين من قبل مرتكبي هذه الجريمة أو تحت سيطرتهم. أما الفقرة طاء من المادة أولا وهي جريمة الإخفاء القسري للأشخاص فإن جميع أركانها متوفرة، وهي أولا إلقاء القبض على شخص أو أكثر، ثانيا عدم إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، ثالثا أن يكون هذا الاحتجاز بدعم أو بإقرار من الدولة، رابعا أن يكون هذا السلوك جزء من هجوم واسع النطاق. هذه الأركان أيها السادة ثابتة أمام محكمتكم المحترمة، حيث تم القبض على أشخاص ولم يتم إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، وهذا ما أثبتته الوثائق التي تم عرضها المتضمنة بين قوسين، هذا كان مذكور في الوثائق اللي تم عرضها، بأن الكثير من الجهات الحزبية والرسمية تستفسر عن مصير المحتجزين في قضية الدجيل وتطلب المعلومات عنهم إما لتحديد موقفهم أو إخبار ذويهم، وكانت الإجابة على هذا التساؤل من قبل المتهم صدام حسين هذه القضايا
ذات طبيعة خاصة، ولا يجوز إخبار أي جهة بذلك إلا بعض الدوائر ذات الشأن وبالهاتف فقط. يتبين من هذا بأن هناك جرائم قد وقعت وإن جميع أركانها متوفرة ولكل جريمة فاعل. فمن هم هؤلاء الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم التي تنضوي تحت أحكام المادة 12 من قانون المحكمة؟ أولا، المتهم عبد الله كاظم رويد، الأدلة المتوفرة ضده. نعم. واحد، أقواله أمام قاضي التحقيق حيث اعترف بها صراحة بتواجده في مسرح الجريمة. اثنين، التقرير الأمني المقدم من قبله إلى الجهات الأمنية والمذيل بتوقيعه، وقد تأيد عائدية التقرير إليه من خلال تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذي أثبت عائدية التوقيع إليه. ثلاثة، أقوال المدعين بالحق الشخصي أمام قاضي التحقيق، وهم كل من، أرجو أن لا تخرج الأسماء خارج القاعة، ذكروا بأن المتهم قام بدور الدليل للأجهزة الأمنية في احتجازهم واحتجاز عوائلهم. ثانيا، المتهم مزهر عبد الله كاظم رويد، الأدلة المتوفرة ضده أقواله المدونة أمام قاضي التحقيق واعترافه بمرافقة الجرافات والآليات التي قامت بقطع وتجريف الأراضي والبساتين في منطقة الدجيل. اثنين، أقوال المدعين بالحق الشخصي المدونة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمتكم الموقرة بحضور المتهم مع الأجهزة الأمنية لاحتجازهم واحتجاز عوائلهم، وهم كل من. ثالثا، المتهم علي دايح علي، الأدلة المتوفرة ضده. واحد، أقواله أمام قاضي التحقيق حيث اعترف بها صراحة بتواجده في مسرح الجريمة ومرافقته مع أحمد السامرائي مسؤول الفرقة الحزبية لغرض اعتقال أحد أبناء الدجيل المدعو. أقوال المدعيات بالحق الشخصي كل من أمام قاضي التحقيق، والذي ورد بأن المتهم قام بالاشتراك مع مسؤول الفرقة الحزبية وقام باعتقال ذويهم. ثلاثة، التقرير الأمني المقدم إلى الجهات المسؤولة من قبله والذي تأيد صحة توقيعه من قبل خبراء الأدلة الجنائية. رابعا، المتهم محمد عزاوي علي المرسومي، الأدلة المتوفرة ضده. واحد، أقواله المثبتة أمام قاضي التحقيق التي ذكر فيها بأنه خرج مع مفرزة من أمن الدجيل بناء على أمر صدر من مدير أمن الدجيل للذهاب إلى بيت خالته لغرض اعتقال زوجها وكذلك إلى دار.
ولم يجدوهم في الدار. 2. إفادات بعض المدعين بالحق الشخصي والتي تذكر بأن المتهم شارك الأجهزة الأمنية في احتجازهم. 5. المتهم برزان إبراهيم التكريتي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات من عام 1979 ولغاية 1983، وكان من ضمن واجباته مسؤولية حماية المتهم صدام حسين الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية آنذاك. 8/7/1982 أمره المتهم صدام حسين بالذهاب إلى الدجيل لغرض إجراء التحقيق في الحادث. الأدلة المتوفرة ضده: 1. أقواله المدونة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/1/2005، حيث ورد في أقواله وطلب مني الذهاب إلى منطقة الدجيل، أي المتهم صدام حسين طلب منه ذلك لغرض معرفة أسباب الحادث وإجراء التحقيق في المنطقة لمعرفة الأشخاص المشكوك بهم، وكان ذلك واجبي حيث ذلك الوقت كنت مسؤولا عن أمن الرئيس. وعند ذهابي وجدت قوات من الجيش وكانوا من الحرس الجمهوري وقوات من الأمن والشرطة وبعض رجال البعث. وكان في تلك الفترة القوات العسكرية تقوم بتطويق المنطقة، حيث شاهدتهم بنفسي وكانوا كل جهة بأمرة قيادتها، وكنت أنا في تلك المنطقة باعتباري رئيس المخابرات ومسؤول عن أمن الرئيس أيضا. هذا نص إفادة التحقيق. وجاء بأقواله في موضع آخر من إفادته أمام السيد قاضي التحقيق ما نصه: وبعد أن علمت بتفاصيل القضية طلبت تطويق البساتين التي كانت مطوقة من قبل القوات العسكرية، كما حلقت الطائرات المروحية في المنطقة وحدث تبادل لإطلاق النار بين الأشخاص المتخفين في البساتين والقوات العسكرية. قتل على أثرها 2 أو 3، كما اعتقل 3 أو 4 أشخاص حيث أجري التحقيق معهم. وكذلك ورد بأقواله أمام السيد قاضي التحقيق إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بحضوري وأمري أرسلوا إلى حاكمية المخابرات بغرض إجراء التحقيق معهم، وهم 3 أو 4 أشخاص ليس أكثر. 2. اعتراف برزان أمام المحكمة وأمام السيد قاضي التحقيق بحضوره إلى ناحية الدجية في مقر الفرقة الحزبية ليومين متتاليين. 3.
ما جاء بالأقوال المفصلة للشاهد والضاح الشيخ باعتبار المتهم برزان هو المسؤول الأول وقائد العمليات في منطقة الدجيل. أربعة، أقوال بعض المدعين بالحق الشخصي أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأن المتهم برزان كان قد أشرف بنفسه على التحقيق معهم في مبنى المخابرات. خمسة، الوثائق والمخاطبات الرسمية بين جهاز المخابرات وديوان الرئاسة وهي أليف كتاب صادر من جهاز المخابرات إلى المتهم صدام حسين يطلب تكريم بعض منتسبي جهاز المخابرات لدورهم في مطاردة ومحاصرة وإلقاء القبض على عدد من أبناء الدجيل بموجب الكتاب للرقم 1220 في 21/7/82 الذي ثبتت صحة التوقيع للمتهم برزان حسب تقرير خبراء الأدلة الجنائية. باء، التقرير المرفوع من قبله إلى المتهم صدام حسين بتاريخ 13 تموز 1982 الذي يتضمن الإجراءات التي اتخذت بحق أهالي الدجيل. جيم، المذكرتين الداخليتين المرقمتين 5682 في 23/9/82 و 6282 في 25/10/82 من مديرية التحقيق والتحري، وقد تبين من خلال تقرير الأدلة الجنائية بأن الهامش والتوقيع عليهما يعودان إلى المتهم برزان. دال، ما جاء بأقوال المتهم عواد حمد البندر أمام هيئة التحقيق بتاريخ 9/2005 حيث ورد: أما التحقيق فقد كان في جهاز المخابرات، ها ما ورد بقرار الإحالة المرفوع من قبل المتهم صدام حسين الذي جاء فيه: بالنظر لتوفر أسباب الإحالة في القضية التحقيقية المرقمة 40/984 المخابرات. واو، تقرير اللجنة المشكلة برئاسة حسين كامل المرفوع إلى المتهم صدام والذي جاء فيه والذي جاء في الفقرة 5 منه، قامت اللجنة بالآتي: اطلعت على كافة الأوليات لحادثة الدجيل والموجودة لدى جهاز المخابرات. والذي يتبين في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لما جرى لأهالي الدجيل. زاي، كتاب صادر من جهاز المخابرات إلى ديوان الرئاسة برقم 1282 في 31/3/87 يوضح في الفقرة 3 منه إن جهاز المخابرات
هو المسؤول عن التحقيق مع أهالي الدجيل، والذي ورد فيه بين قوسين تم التنفيذ بالمدانين المتبقين حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق. ها مذكرة جهاز المخابرات إلى مدير ميم 7 موقع من لجنة مكونة من 4 أعضاء ورئيس، هم جميعا من منتسبي المخابرات، يوضحون في الفقرة 3 منه الآتي: كان من ضمن المدانين الذين صدرت أحكام الإعدام ضدهم 46 شخصا من الذين تمت تصفيتهم أو ماتوا في التحقيق، وكذلك يوضح فيها في الفقرات الأخرى بما حل بأهالي الدجيل بشكل تفصيلي. قرار الإدانة من محكمة المخابرات التابعة لجهاز المخابرات على منسوبها حكمة عبد الوهاب لعدم تنفيذ حكم الإعدام بـ2 وهما علي حبيب جعفر وجاسم محمد رضا الحتو الوارد اسميهما في المرسوم الجمهوري، حيث ورد في الصفحة 2 منه الآتي: ونظرا لضيق الوقت وإن المتبقين من العدد الكلي للمحكومين هو 96 محكوما نتيجة لتصفية الآخرين أثناء التحقيق. سادسا المتهم طه ياسين رمضان، الأدلة المتوفرة ضده. واحد، ما جاء بأقواله بتأريخ 9/2005 أمام السيد قاضي التحقيق، هذا نصه. اتصل بي هاتفيا المتهم صدام حسين الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية في تلك الفترة، وأخبرني إنه تعرض لحادث اعتداء في منطقة الدجيل، وطلب مني الذهاب للقاء مسؤولي الأجهزة الأمنية، حيث أبلغني إنه أمرهم بالتواجد في مقر المجلس الوطني، وفعلا ذهبت ووجدت فاضل البراك الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الذي أعدم بعد ذلك لأسباب أخرى، كذلك وجدت شخصا لا أعرف اسمه أخبرني إنه يمثل مدير جهاز المخابرات، حيث أعلمني أن مدير جهاز المخابرات ذهب للقاء المتهم صدام حسين وشخصين معه أو 3 لا أتذكرهم بالتحديد، وكان الواجب الذي صدر لي أن أستمع إلى ما يقوله مسؤولي الأجهزة الأمنية وأبدي ملاحظاتي وأوجههم بالعمل إن كانت لدي أي تعليمات. 2، ما جاء بأقوال المتهم برزان المدونة أمام السيد قاضي التحقيق في 25/1/2005 وهذا نصه. نعم لدي معلومات بهذا الخصوص، مفادها إنه شكلت هذه اللجنة
من المتهم صدام الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية في حينه، وكانت هذه اللجنة برئاسة المتهم طه ياسين رمضان وعضوية مدير الأمن في ذلك الوقت وعضوية محمد عليوي ممثل دائرتنا في اللجنة الذي كان يشغل مدير مكتبي في تلك الفترة إلى آخره من أقوال. ثلاثة، ما جاء بأقوال شهود الإثبات وبقية شهود الدفاع بأن منتسبي الجيش الشعبي شاركوا باعتقال عوائل الدجيل وتطويق المدينة مع القوات العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى ومداهمة الدور، واعترف المتهم صراحة أمام المحكمة بأن بعض منتسبي الجيش الشعبي قاموا بالمساهمة، ولكون المتهم المذكور هو الرئيس الأعلى للجيش الشعبي فيكون مسؤولا عما ارتكبه مرؤوسوه. أربعة، التسجيل الصوتي بينه وبين المتهم صدام حسين والذي استمعت إليه المحكمة. خمسة، الوثائق المقدمة للمحكمة والمرقمة 14446 في 29/11/84 والمذكرة المؤرخة 20/1/82 والرسالة المدونة بخط يده وتوقيعه المؤرخة في 10/12/84 والمرسلة إلى أحمد حسين الخضير رئيس ديوان الرئاسة المنحل، والتي أقر المتهم بعائدية الخط والتوقيع له أمام المحكمة الموقرة. سابعا، المتهم عواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة الملغاة، الأدلة المتوفرة ضده. واحد، اعترافه بأنه هو رئيس محكمة الثورة التي قامت بإصدار الحكم على أهالي الدجيل 148 شخص. اثنين، قرار الإدانة والحكم المرقم 944/1984 في 14/6/1984. ثلاثة، الوثائق الرسمية وقرارات اللجان المشكلة بشأن قضية الدجيل التي تم عرضها أمام المحكمة والتي تثبت بأن المحكمة كانت وهمية ولم يحضر أمامها أي متهم، حيث يبين ذلك تقرير اللجنة المشكلة برئاسة حسين كامل وعضوية القاضي عبد العزيز داود ممثل الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة المنحل، وإبراهيم جواد ممثل جهاز الأمن الخاص بتاريخ 5/7/1987 والذي ورد فيه بالنص الحرفي تم تدوين أقوال هذين الشخصين مع عدد آخر من المدانين صوريا، وبنفس هذه الحالة جرت مرافعتهما مع بقية المتهمين بالقضية وصدرت الأحكام بحقهم من محكمة الثورة بالإعدام شنقا حتى الموت على أوراق القضية من دون مرافعة. ما قرأته هو نص حرفي لما موجود في مستندات أبرزناها للمحكمة الموقرة.
وكما يؤكد هذا قضية المحتجزين الذين وردت اسمهم وقرار الحكم ومحضر تنفيذ حكم الإعدام، بينما كانا هما محتجزين في صحراء السماوة قبل تاريخ الإحالة والحكم، حيث ذكرت نفس اللجنة، اللجنة أعلى موضوعهما بالحرف الواحد، أيضا هذا نص موجود في المستند اللي أبرزناه للمحكمة، نص حرفي، تقرر حجز هؤلاء في محافظة المثنى وأرسلوا بثلاث قواهم تعاقبت بتواريخ مختلفة، وكانت القائمة الثانية في 17/83. من بين المحجوزين المرسلين بموجبها هما موضوع بحث هذا التحقيق علي حبيب وجاسم محمد، وتم تدوين أقوال هذين الشخصين مع عدد آخر من المدانين صوريا إلى آخره ما موجود بالمستند. وقد أكد المدعي بالحق الشخص لا يخرج اسمه الذي حضر أمام محكمتكم الموقرة وأفاد بأنه لم يحضر أمام محكمة الثورة وليس لديه أي علم بصدور حكم الإعدام بحقه. 4. قرار الحكم الذي جاء خاليا من حضور أو انتداب أي محامي للدفاع عن الضحايا، ويعزز هذا عدم ذكر أصحاب المحاماة، ولم يدون اسم محامي الدفاع في القرار المنشور، كما لم يتضمن قرار الحكم تقديم لائحة الدفاع من قبل المحامي، وهذا دليل على أنه لم يحضر ولم ينتدب محامي في القضية إطلاقا، كما لم يشر في القرار إلى إرسال أي شخص من المحالين إليها، أي إلى محكمة الثورة، إلى اللجان الطبية لتقدير أعمارهم كما ادعى المتهم عواد حمد البندر، بمعنى من يحال إلى اللجان الطبية لتقدير عمره يجب أن يشير في قرار الحكم إلى ذلك، وهذا هو ما معمول في القضاء. 5. المذكرة المرفوعة من دائرة الشؤون القانونية إلى المتهم صدام حسين والمؤرخة في الشهر الرابع عام 1987، والتي ذكر في الفقرة واحد منها إدانة 148 شخص صدر حكم الإعدام بحقهم من قبل محكمة الثورة، تم التنفيذ بالمدانين المتبقين بين قوسين، حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق. 6. قرار اللجنة المشكلة من جهاز المخابرات المرقمة 560/23/2/1987 والمكونة من 5 أعضاء من جهاز المخابرات، وجاء في الصفحة الثانية من القرار في الفقرة 2 ما نصه: اتخذ قرار بإحالة 148 شخصا إلى محكمة الثورة والحكم عليهم بالإعدام،
وذكر في الفقرة 3 منه أيضا ما نصه كان من ضمن المدانين والذين صدرت أحكام الإعدام ضدهم 46 شخصا من الذين تم تصفيتهم أو ماتوا أثناء التحقيق. 7 كتاب جهاز المخابرات السري للغاية والشخصي المرقم 1282 في 31/3/1987 حيث ورد في الفقرة 3 منه ما نصه تم التنفيذ بالمدانين المتبقين حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق. 8 قرار الإحالة الصادر من محكمة المخابرات التابعة لجهاز المخابرات بشأن محاكمة منسوبها حكمة عبد الوهاب بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من الذين ورد اسميهما في قرار الحكم من محكمة الثورة وهما بالحرف الواحد. ونظرا لضيق الوقت وإن المتبقين من العدد الكلي للمحكومين هو 96 محكوما نتيجة لتصفية الآخرين أثناء التحقيق. هذه الوثائق أيها السادة تؤكد بأن المحكمة وهمية أو المحاكمة وهمية، أي لم تجري أي محاكمة وإنما أصدرت قرارها على الورق، حيث ثبت من خلال هذه الوثائق بأن هناك 46 شخصا من الذين وردت أسماءهم في قرار الحكم قد تم تصفيتهم أثناء التحقيق وأرسلت أسماءهم مع الآخرين لإجراء محاكمتهم وهم أموات وفعلا تم إصدار الحكم عليهم بالإعدام. 9 لقد صدر حكم الإعدام بحق مجموعة من القاصرين ودون السن القانوني والذي بلغ عددهم 28 حدثا تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 سنة، وهذا بحد ذاته يشكل جريمة وخرقا لأحكام الدساتير الوطنية والدولية، إضافة إلى أن هنالك ممن صدر حكم بإعدامهم وهم لم يكملوا 20 من العمر. ونرفق طيا قائمة بأسماءهم، وسبق وأن زودنا أيضا المحكمة الموقرة بأسماء هؤلاء، وبالتالي فإن قرار الحكم من هذا الجانب قد جاء خرقا لحكم المادة 79 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69. ونرفق طيا صورة من الكتاب الرسمي صادر من دائرة الأحوال المدنية في صلاح الدين التي تؤكد ذلك، وسبق وأن زودنا المحكمة بهذه الكتب والمستندات. 10 دفع وكلاء المتهمين وأفاد بعض شهود الدفاع بأنه يوجد عدد من الذين وردت أسماءهم في قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة الملغاة بشأن قضية الدجيل وهم الآن أحياء. وعند البحث والتحري ومخاطبة دائرة جنسية وأحوال
صلاح الدين أجابت بكتابها المرقم 587 في 11/6/2006 وكتاب قائم مقامية قضاء الدجيل المرقم 1020 في 11/6/2006 بأن جميع الأسماء التي وردت زودناهم بالأسماء احنا اللي وردت على لسان الشهود ووكلاء المتهمين، جميع الأسماء زودناهم هذه دائرتين، بأن جميع الأسماء التي وردت على لسان شهود الدفاع هم متوفين عدا المدعو والذي بينا أسباب ذلك في الجلسات السابقة للمحكمة، وهذا يعزز الأدلة والوثائق بأن المحكمة كانت وهمية ولم يحضر أمامها الضحايا، وإنما صدر قرار الحكم على أوراق القضية فقط. ثامنا، المتهم صدام حسين كان يشغل منصب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، الأدلة المتوفرة ضده: أولا، التسجيل الصوتي والصوري الذي عرض أمام المحكمة الذي ظهر فيه المتهم صدام يخاطب أهالي الدجيل يوم الحادث، وبين بأن الذين أطلقوا النار هم 2 أو 3 ولا يزيد عددهم على 10. ثانيا، ما جاء بأقواله أمام هيئة التحقيق المكونة من 3 قضاة بتاريخ 12/6/2005 والذي نصه: تعرض الموكب الذي كنت أستقله إلى إطلاق عيارات نارية أعتقد من بندقيتين ولكني غير متأكد بسبب مضي المدة، وقد ورد كذلك في إفادته ما يلي: كما أود أن أضيف على حد علمي لم يتعرض أحد إلى أي جرح بالحادث. ثالثا، بعد عودته إلى بغداد من الدجيل أصدر الأوامر إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية المرتبطة به مباشرة بالاجتماع في المجلس الوطني، وأمر المتهم طه ياسين رمضان بتراس هذا الاجتماع لوضع الخطة لمهاجمة الدجير. رابعا، اصدار الامر للمتهم برزان ابراهيم لقيادة العمليات في الدجير. خامسا، الوثائق الرسمية التي تثبت علمه وأوامره حول جرائم الدجير، هذه راح نوضحها بمعنى عنوان الخامسا، الوثائق الرسمية التي تثبت علمه وأوامره حول جرائم الدجير. أولا، التقرير المرفوع من قبل المتهم برزان المؤرخ 13 تموز 1982. 2، قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 982 في 31/7/1982 الذي كرم بموجبه مجموعة من عناصر المخابرات لدورهم في الدجيل.
ثلاثة: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 100/23/1985 حول نقل ملكية أراضي الدجير. أربعة: التقرير المقدم من قبل اللجنة المشكلة برئاسة حسين كامل حول قضية الدجيل المذيلة بهوامش موقعة من قبله مباشرة. خمسة: المطالعة المرفوعة من دائرة الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة المنحل المؤرخة في 28/7/1987 حول إعدام 4 أشخاص سهوا في قضية الدجيل واعتبارهم قد ماتوا أثناء التوقيف. ستة: المطالعة المرفوعة من دائرة الشؤون القانونية لديوان الرئاسة المنحال بتاريخ 5/4/1987 حول عدم تنفيذ حكم الإعدام بإثنين من الذين ورد اسميهما في قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة الملغاة. سبعة: قرار المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بموجب المرسوم الجمهوري 778/16/6/84. ثمانية: التسجيل الصوتي والصوري الذي عرض أمام المحكمة والذي يتحدث فيه المتهم بأنه لا يهتم ولا يكترث للذين يموتون في التحقيق ومهما بلغ عددهم. تسعة: اعترافه أمام المحكمة هو المسؤول عن التحقيق، حيث ذكر إذا أمر بأن لا أحد يتابع الجنات فلا يتابعهم أحد. سادسا: إصدار أمرا بتعويض أصحاب البساتين التي جرفت، هذا مع العرض إن التجريف لم يكن بقصد تطوير المدينة بل كان انتقاما من أهلها، وذلك حسب اعترافه أمام محكمتكم الموقرة حينما ذكر الجملة التالية: إنه جرف البساتين بسبب الاعتداء عليه، فيكون قطع الأشجار وتجريف البساتين هدرا للثروة الوطنية والتعويض عن التجريف هدرا للمال العام. نطلب من المحكمة حتى نثبت بأنه إحنا لا نتكلم جزافا، فهناك اعترافات للمتهم خلال الجلسات الماضية، نطلب من المحكمة أن تستمع لها، واستندنا عليها. صوت ورئي هو كان يقدر يقول لا أحد يتابع الجنات. لا إحنا مستندين عليه. بس بياجل يطلقون الرصاص على رئيس. Let them fire at the president. وكان بإمكانه أن لا يصاب مثل ما فعل مع اثنين منهم عندما عرف أنهم ما زالوا لم ينفذ بهم حكم الإعدام مع آخرين كانوا محتجزين. With somebody else was with them. The coincidence is not more merciful than us. Either excuse them and release them
with all detainees. The orchards which you are worried about is not significant to indulge the Iraqi law in it. What orchards? Five orchards in any area. أو أرض في أي مكان تقرر تستملكها هل من حق الدولة أو لا؟ Any area in any place can the state take ownership of that? Is that a Iraqi to be unhappy with me? But if it involves the application of a truth, I would say it's a threat. Your Honor. You are searching for. Few things, and you have the subject in your hand and leave it to the indefinite. For example, demolition of the Djeli orchards. Why you are going to and Barzan, come to me. Come to me. Hold on a minute. There is no need to go some other people. I demolished the orchards. I did not demolish in the sense that I destroyed. That was a RCC resolution to modernize the pieces of orchards which were indicated to be belonging to the convicted. As such, I signed by order. The judge convicted of what? What do you mean? If the conviction is made against them on the assault. No. Come in. Seven. عدم قيامه بإصدار أي أمر بخصوص الخروقات التي ارتكبت بحق النساء والأطفال والشيوخ المحتجزين من أهالي الدجيل مع علمه بذلك. ثامنا، التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية مع المتهم طه ياسين رمضان حول قضية الدجيل والتي عرضت أمام المحكمة. تاسعا، التسجيل الصوتي للمتهم صدام الذي يخاطب فيه شيوخ ووجهاء عشائر الجبور والذي يوضح فيه ما جرى لأهالي سمويتشة، علما إن سمويتشة هو الاسم القديم لمدينة الدجيل. عاشرا، مسؤوليته القيادية. مسؤوليته القيادية عن تلك الأجهزة كونها مرتبطة به شخصيا، وبناء على قاعدة مسؤولية الرئيس الأعلى والتي نصت عليها الفقرة رابعا من المادة 15 من قانون المحكمة، يكون مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الذين يعملون بأمرته. وحيث كان المتهم المذكور على علم بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه أو بالأحرى بناء على أوامره، كونه كان قائدا عاما للقوات المسلحة، إذ إن القطاعات العسكرية التي تنفذ فعاليات مثل التي حدثت في الدجيل لا يمكن لها أن تتحرك إلا بأمر من القائد العام للقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الوثائق والمراسلات التي تم عرضها على محكمتكم الموقرة
تثبت علمه بالجرائم التي وقعت، منها على سبيل المثال إحالة الضحايا والذين اعتبرهم المتهم المذكور المتهمين في تلك الواقعة إلى محكمة الثورة الملغاة، وذلك بموجب قرار الإحالة المرقم 762 في 27/5/84، وكذلك مصادقته على قرار محكمة الثورة بتنفيذ حكم الإعدام بموجب مرسوم جمهوري. ومن الوثائق الأخرى الرسمية الأخرى التي تثبت علم المتهم المذكور بالجرائم المرتكبة هو الكتاب الصادر من مديرية جهاز المخابرات إلى رئاسة الجمهورية السكرتير المرقم 1169 في 12/9/1984، المتضمن بأن الكثير من الجهات الحزبية والرسمية تستفسر عن الضحايا في قضية الدجيل وتطلب المعلومات عنهم، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1283 في 14/10/82 المتضمن مصادرة الأراضي الزراعية في منطقة الدجيل والعائدة إلى الضحايا وبدون تعويض. وبذلك يكون المتهم المذكور مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسيه الذين يعملون بأمرته، استنادا لأحكام الفقرة 4 من المادة 15 من قانون المحكمة. السادة القضاة، إن الجرائم ضد الإنسانية وكما عرفتها المادة 12 من قانون المحكمة إنه هجوم واسع النطاق ومنهجي أو منظم ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، حيث اشترط هذا التعريف إن هناك عدة أشخاص يشتركون في هذا الهجوم حتى يتم وصف هذه الجريمة بالجريمة ضد الإنسانية. والمادة 15 ثانيا جيم تنص على أنه يعد الشخص مسؤولا وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون العقوبات في حالة تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها. لذا فإن جميع المتهمين يعتبرون فاعلين أصليين باستثناء المتهم محمد عزاوي، والذي نطلب ولعدم كفاية الأدلة إلغاء التهمة والإفراج عنه استنادا لأحكام المادة 182 جيم الأصولية. أما بالنسبة للمتهمين، كل من عبد الله كاظم الرويد ومزهر عبد الله كاظم وعلي دايه نطلب إدانتهم وفق أحكام المادة 12 أولا أليف وهاء وواو، وبدلالة المادة 15 فقرة جيم، وتحديد عقوبتهم بوفق أحكام المادة 406/1 ألف و 421/413 من قانون العقوبات. وإن هيئة الادعاء العام تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة بحقهم، حيث إنهم
ارتكبوا تلك الأعمال تنفيذا للأمر الصادر إليهم من المسؤولين استنادا لأحكام المادة 15 فقرة 5 من قانون المحكمة. وفيما يخص المتهم عواد حمد البندر فإن فعله يعتبر معززا للنشاط الإجرامي لأفعال المتهمين في قضية الدجير لجريمة القتل استنادا لنص الفقرة 1 د 2 من المادة 15 من قانون المحكمة. لذا نطلب إذا أنت وفق أحكام المادة 12 أولا أليف من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وتحديد عقوبته استنادا لأحكام المادة 406 على 1 أليف من قانون العقوبات وبدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وفيما يتعلق بالمتهمين صدام حسين المجيد وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان فإنهم مسؤولين عن كافة الجرائم التي ارتكبت على أبناء مدينة الدجير. لذا نطلب إدانتهم وفق أحكام المادة 12 أولا أليف ها واو ها وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وتحديد العقوبة وفق أحكام المادة 406 على 1 أليف و421 و413 من قانون العقوبات استدلالا بالمادة 24 من قانون المحكمة. لذا فإن هيئة الادعاء العام تطلب من المحكمة إنزال أقصى العقوبات وأشدها بحق هؤلاء المتهمين الذين عاشوا في الأرض فسادا ولم يرحموا شيخا كبيرا أو امرأة أو طفلا بل حتى الشجرة لم تسلم من بطشهم وجبروتهم، وحيث إن العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق فتكون أحكام المادة 406 على 1 أليف والتي تنص على إنزال عقوبة الإعدام بحقهم هي المادة التي تطالب بتطبيقها هيئة الادعاء العام. وأخيرا تطلب هيئة الادعاء العام بإحالة الواردة أسماءهم أدناء إلى التحقيق وإشعار السيد قاضي التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في القضية المفردة مع بقية المتهمين الهاربين في قضية الدجيل حيث وردت أسماءهم والوثائق في الوثائق وسير التحقيق والمحاكمة وهم كل من واحد سعدون شاكر محمود وزير الداخلية السابق 2 وضاح إسماعيل الشير مدير التحقيق والتحري في جهاز المخابرات لم يثبت لم تأتينا ورقة بأنه توفى تحقيق ويأخذ مجراه وفي حالة تثبت من ذلك يعتبر متوفي وإجراءات قانونية بحقه في حالة كون عدم لم يتوفى. 3 حسيب صابر عبد العزيز علي محمود هاشم محمد علياوي حمد نعمة علي حسون عصام خضر عباس هؤلاء الذين تم تكريمهم من قبل المتهم صدام لاشتراكهم في قضية الدجيل وفي هم موقوفين لهاربين هؤلاء لحد الآن لم تجرى لهم أي إجراءات قانونية ولم يصدر أمر قبض بحقهم لا موقوفين يعني على لا 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 ما موقوفين لحد الآن سواء كانوا هنا أو خارج العراق. أيضا ضباط التحقيق في جهاز المخابرات اللي حققوا مع أهالي الدجيل كل من
حكمة عبد الوهاب خليل، كامل حسين، نوري عبد الله، حامد ظهب، ضاحي أحمد، محسن عبيد، فيصل شاهين، شامل فياض، عبد الجبار حميد، والعقيد طارق هادي شكر عضو محكمة الثورة الملغاة، داود سلمان شهاب عضو محكمة الثورة الملغاة، الرائد هاشم طه حمد المدعي العام في محكمة الثورة الملغاة، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. بالنسبة لوكلاء الدفاع 10/7 حضروا مطالعاتكم وننطيكم فرصة. لا هسه ماكو مناقشة أستاذ، أنت أعرف بالموضوع. لا سيدي على موضوع لا تجرنا إلى أي مسألة، هسه أنت أعرف بالموضوع. 10/7 أمامك كامل الوقت، أمامك كل شيء، لا تجرونا على هسه. أنتوا تعرفون سياق المحاكمات شلون. ترفعوا الجلسة. اللقاء مع حضرتك.